بالنسبة للمقاطعة وما يثار في برامج التواصل وما شفناها عن المقاطعة لأسماك المحلية الكويتية، أنا أقول إن الأخوة اللي نظموا هذه المقاطعة أعتقد إنها استعجلوا في الأمر، لكن إحنا سابقا قدمنا في أكثر من محطة أو إذاعة في مداخلة وقدمنا العذر للأخوة المستهلكين مواطن ومقيم كان في تصورنا طبعا، بما أن تم عندنا إيقاف ما يزيد عن 90 لنج بسبب تجاوزهم على اللوائح والقوانين والاشتراطات اللي ممنوحة في ظل فتح موسم 1/8 أسوة في الدول المجاورة، فلا شك أن كان لنا تصور وبعد في ارتفاع الأسعار، فاحنا بدورنا كاتحاد صيادين نغنى تصورنا هذا والانطباع اللي احنا قاعد نشوفه متوقعينه فيما بعد في ارتفاع الاسعار، وقدمنا العذر للاخوه مستهلك ومواطن ومقيم في ان كنا متوقعين هالامر هذا، فانا اشوف ان المقاطعه صار فيها نوع من الاستعجال، واساسا احنا مثل ما احنا مؤمنين ايضا على جمعيه عموميه منتسبين للاتحاد الكويتي ايضا نعم. مؤمنين على توفير الامن الغذائي للأخوة المستهلكين مواطن ومقيم. طيب على طاري الأمن الغذائي، لماذا هذا الارتفاع الهائل في أسعار السمك؟ يعني كيلو الزبيدي على سبيل المثال 15 دينار، سعر سلة الربيان وصل إلى 80 دينار، ما هي الأسباب؟ عموما أستاذ بس أبي أوضح صورة أكثر للمشاهد، إن الاتحاد الكويتي لصيد الأسماك أو الصياد الكويتي معناه أصح ما له علاقة في موضوع الكيلو، احنا ناس ننزل اسماكنا المحليه في الاسواق المحليه والحراج المحلي، وما بعد الحراج المحلي اذا هذه ما هي مسؤوليتنا، مسؤوليه التجاره، مسؤوليه ارتفاع الاسعار في البسطات وغيره، هذه مسؤوليات تخص وزاره التجاره. احنا قاعد نخضع لثلاث جهات رقابيه في الحراج المحلي، وزاره التجاره، بلديه الكويت، الثروه السمكيه، فما لنا علاقه واحنا بريئين من سالفة ارتفاع الأسعار. طيب احنا نعرض في الأسواق المحلية عرض وطلب، وكل ما زاد العرض من الطبيعي جدا غل الطلب، والعكس صحيح. طيب فاحنا اليوم في نقص بسبب وقوف ما يزيد عن 90 لنج، احنا اليوم في نقص وما نقدر نوفي احتياج السوق المحلي، فهذا سبب من الأسباب اللي ممكن يزيد الأسعار. طيب يعني حضرتك قاعد تقول انكم تبيعون السمك بجمله الاسماك، طيب انتم كمعنيين ما هي اجراءاتكم لايقاف الاسعار عند حدودها الطبيعيه؟ بالنسبه لنا احنا سعينا اكثر من مره مرارا وتكرارا مع الجهات الحكوميه، وحطينا اكثر من رؤيه للسعي لتخفيض الاسعار. أنا أرجع وأقول إن إحنا مثل ما إحنا مؤمنين على أعضاء جمعية عمومية أيضا مؤمنين في توفير الأمن الغذائي، نعم، وفي وصوله في أسرع وقت من حيث تخفيض الأسعار، فسعينا أكثر من مرة، لكن إحنا لنا خط سير ولنا أمور ولنا اشتراطات مجبرين فيها يعني. إذا رئيس مجلس إدارة اتحاد الصيادين بالإنابة الأستاذ جلال الشمري، شكرا جزيلا لك.